مرحبا بأدار سبع ثلجات كبار ما عدا الصغار. عم بودعنا أدار السنة بتساقط أمطار وثلوج على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة مثل ما حصل أول الأسبوع، ولكن بعده معدل الأمطار أدنى من المعدل العام، وهيدا حافز ضروري لنستعمل المي بطريقة واعية ومسؤولة. ما تنسوا أنه قصة المي بلبنان مثل قصة الكهرباء، محكوم المواطن يدفع فاتورتين، واحدة للدولة والتانية للقطاع الخاص. بالعودة لطقسنا، طقس ربيع مستقر عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط، عم بتكون الرطوبة عالية، البحر متوسط الموج وحرارة 119 درجة. اليوم طقسنا بلبنان غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، وبنبقى هلا بجولة على درجات الحرارة اللي رح تسجل الليلة على الساحل 11، على المرتفعات 8 بلبقع درجة والأرز 5 درجات تحت الصفر، وجولة أخرى على درجات الحرارة رح تسجل اليوم ببعض المناطق اللبنانية. إذن 20 أبي سمرة رشانة 20 كمان، ننتقل من بعدها إلى الحمرة 19 وراس البياضة 20، حبوش 16، دريا 17، بعبدة 18، وعنجر 17، حتشيت 8. أما الرطوبة فبتتراوح بين 55 و80%، حرارة سطح الماء 19 درجة، وسرعة الرياح بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، رياح عم بتكون جنوبية غربية. كيف رح يكون الطقس الليلة واليومين اللي جايين؟ لليلة أدناها 11 أقصها 19، نهار الجمعة بتتراوح بين 12 و21، السبت بين 12 و22. وبنبقى هلأ بجولة على درجات الحرارة ببعض العواصم العربية والعالمية. نبدأ مشوارنا تحديداً من الرياض 22 والدوحة 25، أما الكويت ف 27، طرابلس 30، تونس 28، والرباط 16، ونوصل أخيراً إلى باريس 10. وهيدا كان كل شيء. باي.